بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 93 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. من حريم لعبد الرحمن دحيم أن نستعرض هذا السؤال له في بداية هذه الحلقة. يقول فضيلة الشيخ: تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة في تحذير الأمة من الفرقة والاختلاف وبيان بأنها سبب الفشل والنكبات، هل من توجيه كريم فضيلة الشيخ، وأيضا ورود القرآن والسنة على وحدة الكلمة وترابط الصف وعدم التفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. بين أن الاختلاف سبب للاقتتال وسفك الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال الله جل وعلا في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من باب التحذير من الاختلاف، لا سيما الاختلاف على ولي الأمر، أمر المسلمين، يجب السمع والطاعة له برا كان أو فاجرا، ما لم يكن عنده كفر بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجب طاعته إلا في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هذا لا ينقض بيعته ولا ينقض إمرته ولا يسبب الخروج عليه، وإنما تتجنب المعصية ويسمع له ويطاع فيما عدا ذلك. فالأمر في هذا مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المختلفون عن جماعة المسلمين متوعدون بالوعيد الشديد. من فارق الجماعة قيد شبر أو كما جاء قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن الإسلام يحث على الاجتماع، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ترك الفرقة وترك نقض البيعة، كل ذلك لمصلحة المسلمين، جمع كلمة المسلمين، انتظام مصالحهم واستتباب الأمن فيهم وإقامة الحدود الشرعية يقيمها ولي الأمر، هذا فيه مصالح عظيمة للمسلمين في دينهم ودنياهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا السائل عن أفضل الكتب في نظركم فضيلة الشيخ في السيرة النبوية. السيرة النبوية فيها كتب مطولة ومختصرة، كسيرة ابن هشام، شرح سيرة ابن هشام الروض الأنف، وكذلك السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي مختصرة، ولابن عبد الله بن محمد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مختصرة ومفيدة، وكذلك مما هو ومعه فقه السيرة الكتاب الضخم الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو كتاب حافل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه السيرة. نعم. له فقرة أخرى يقول: ما هو العلم الذي تدرس فيه صفات الله وما أهميته؟ نعم، إثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسنة هذا واجب، وهو من التوحيد. توحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو مهم. والكتب التي في ذلك: كتاب التوحيد لابن خزيمة في صفات الله عز وجل وموسع، كتب العقائد مثل لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة، وكذلك كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك غير
هذه من كتب التوحيد، كتب العقيدة مطولة وموسعة ومختصرة، على طالب العلم أن يقرأ في هذه الكتب الموثوقة، ويقرأ على أهل العلم يشرحوها له ويبينوها له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس عظموا العقل عن النقل وأنكروا كل حديث يتعارض مع أهوائهم، بماذا ننصح هؤلاء؟ هذه طريقة المعتزلة ومن سار على نهجهم، الذين قدموا العقل على النقل، ولذلك قدموا علم المنطق وعلم الكلام على أدلة الشرع، وسموا أدلة الشرع ظنية، وسموا أدلتهم الكلامية بأنها قطعية، وهذا بالعكس. العقل لا شك أن الله خلقه ليميز به الإنسان بين الضار والنافع، وليعرف به الحق من الباطل، ولكنه تابع للكتاب والسنة. وما كل شيء يدركه العقل، هناك أشياء لا يدركها العقل مثل العلوم الغيبية واليوم الآخر وما أخبرت به الرسل من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل. العقل محدود، له حيز، إذا تعداه ضل. الواجب على المسلم أن يستدل بالكتاب والسنة، ويستنير ينير عقله بذلك، فلا يجعل العقل هو مصدر. أما الذي يكذب الأحاديث التي تتعارض مع العقل بزعمه، أو تتعارض مع العلم الحديث كما يسمونه، وهو الجهل الحديث، ما هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، هذا هو العلم. فاللي يقولون هذا يتعارض مع العلم الحديث، يتعارض مع العقل، هؤلاء ملاحدة، هذا إلحاد في دين الله عز وجل. والقاعدة المعروفة أن النقل الصحيح، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد، ولا آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. العقل إنما يستفاد به في حدود، ولا يقدم على أدلة الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التحدث إلى المخطوبة الذي عقد عليها وذلك عبر الهاتف؟ إذا كان هذا في شيء من مصلحة الزواج لا بأس أن يخاطبها وأن يسألها، وأما إذا كان هذا من باب الشهوة ومن باب التغزل فهذا لا يجوز، لأنها ليست بامرأة له بمجرد الخطب إلا إذا عقد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن بيع الذهب بالتقسيط، يا شيخ، هل هو جائز؟ إذا بيع بالذهب فلا يجوز، لابد من التقابض ولابد من التساوي، أو بيع بالفضة فلابد من التقابض ولابد من التساوي. إذا بيع بالفضة، الذهب بالفضة، فلابد من التقابض، وأما التفاضل فهو يجوز. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا بيع الذهب بغير الذهب وبغير الفضة أو بغير النقود، يعني الأوراق النقدية، لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، إذا بيع بغيرها من الطعام أو من التمر أو من الحيوانات فلا بأس بالتأجيل. نعم. يسأل هذا السائل عن سداد الدين بعملة أخرى. لا بأس إذا تراضى، هذا الصرف، هذا يسمى بالمصارفة، إذا تراضوا بينهم فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل الذي أرسل بهذا السؤال مختصر عن الجمعية المالية، يقول: بين الأفراد، بمثال يضع كل فرد من أفراد الجمعية مبلغ مالي، وفي نهاية كل شهر تجمع هذه الأموال ويأخذها أحد الأشخاص حسب الترتيب. هذا يسمى القرض الجماعي بين الموظفين أو جمعيات الموظفين، وأنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع، فهو ما أقرضهم إلا لأجل أن يقرضوه ويأخذ الكمية إذا جاء دوره، فهو قرض مشروط في قرض، وأيضا هو ينطبق عليه أنه بيعتان في بيعة، في نظري أنه لا يجوز، وإن أفتى به من أفتى. نعم. يسأل عن الأدعية الواردة في فك السحر. الأدعية الواردة كتاب الله، قراءة الآيات التي فيها ذكر السحر وبطلان السحر والرد على السحرة، وبقراءة
سورة الفاتحة لأنها رقية من السحر وغيره، وبقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين أعوذ برب الفلق فيها من شر النفاثات في العقد، وسورة الناس وفيها تعوذ من الحسد يعني من إصابة عين الحاسد وغيره من كيد الحاسدين. فإذا قرأ هذه السور ونفث على نفسه أو على غيره فإن هذا فيه علاج للسحر بإذن الله. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الأكل عند أهل الميت في أيام العزاء جزاكم الله خيرا؟ الأكل يجوز، لكن ما يفعله الناس الآن من تضخيم العزاء والاجتماع وإتعاب أهل الميت بإعداد الفرش وإعداد الكراسي والخدم وغير ذلك، وانحباس أهل الميت ومن معهم عن العمل 3 أيام، كله لا أصل له وهو إحراج للناس، الواجب ترك هذا. والعزاء يحصل بدون ذلك، أحصل بالدعاء إذا لقيت المصاب أو اتصلت به في التلفون أو في الجوال أو كتبت له أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، فهذا يكفي والحمد لله وهو ميسر وفيه مصلحة للحي والميت. وإذا احتاج أهل الميت إلى صنعة الطعام يصنع لهم بقدر حاجتهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: اصنع لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع لآل جعفر طعاما، هذا من إعانتهم. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع، جرير بن عبد الله البجلي يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم من يحلف ويقسم برأس الله؟ لا دليل على هذا، الله لا يثبت له إلا ما ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة، مثل الوجه واليدين والقدمين والسمع والبصر، فأسماء الله وصفاته توقيفية لا يقال إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا دائما أقع في نفسي المعاصي والمخالفات، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على طريقة تنجيني من عذاب الله، أدعو لي بالهداية. الذي ينجي من عذاب الله هو تجنب الذنوب والمعاصي وأسبابها والتوبة إلى الله، إذا وقع في شيء منها يتوب إلى الله، الله يتوب على من تاب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليك بابتعاد عن الأسباب التي توقع في الذنوب والمعاصي وتغري بها، ولا ترافق العصاة تجلس معهم، وإذا وقعت في شيء منها فبادر بالتوبة، الله جل وعلا يتوب على من تاب ولا تعود إليها. نعم. يسأل عن حكم حضور النساء للمناسبات والأفراح التي يكون فيها مخالفات، ولبس النساء للملابس الضيقة. لا يجوز حضور النساء في الحفلات المختلطة بين الرجال والنساء، لا يجوز حضور النساء للحفلات التي فيها تبرج وسفور وملابس غير محتشمة، النساء تتجنبها والرجال أيضا يتجنبون الاجتماعات التي تشتمل على منكرات، إلا إذا كانوا يقدرون على إزالة المنكر يجب عليهم ذلك، أما إذا كانوا لا يقدرون على إزالة المنكر فإنهم يتجنبون هذه الحفلات وهذه المجالس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين، فيجتنب هذا. والنساء في هذا الوقت أحدثنا أشياء محرمة في الاحتفالات من التبرج والسهور والملابس القصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نسيانا مني لم أخرج زكاة الفطر في عيد الفطر السابق، وأنا الآن فضيلة الشيخ محتار، ماذا أعمل مأجورين؟ يجب عليك إخراجها قضاء لأنها في ذمتك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الإفتاء. هذه تحية من زميل عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.